فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف التوجيه والرد على من يقول إن هناك امرأة لا تنجب منذ زمن طويل ثم ذهبت إلى قبر وذبحت لذلك القبر فأصبحت مباشرة بعد شهر حاملة؟ يقول كيف هذا من الابتلاء والامتحان والاستدراج. نعم قد يحصل هذا، ومر بكم أن قضاء الحاجة لا يدل على الإباحة. الإنسان يستدرج، يعطى طلبته وإن كان السبب محرما من أجل الاستدراج، هذا لا يجوز. ولو حصلت لها حاجتها وحملت ما يجوز فعل هذا، شرك، لا يجوز لها. والله جل وعلا استدرجها وأعطاها ما تريد من أجل أن تستمر على ما هي عليه عقوبة لها، هذا أمر لا يجوز. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن كونها حملت ما هم من أجل الذهاب للقبر، من أجل أن الله قدر لها، صادف قضى وقدر، صادف هذا قضاء وقدرا، لا من أجل ذهابها إلى القبر، وإنما هو بقضاء الله وقدره. الأمر الرابع وهو أشد، أو الثالث وهو أشد، قد يكون عند القبور من السدنة من هو مستعد لعمل الفاحشة بالمرأة ثم تحمل، ثم يقولون هذا بسبب القبر، سبب الولي، وهو يجامعها الخبيث السادن، يجامع النساء ويستعد لهذا، يستغلون هذه الأمور، السدنة أو بعض السدنة. نعم.